ايه يا عم الغيبه دي كلها بقى الفتره دي ما نشوفش بعض؟ اعمل ايه؟ طيب مشاغل. بعدين هو انا لو ما سالتش عليك تتجوز من غير ما تقول لي؟ والله الموضوع جه بسرعه، لا عملنا فرح ولا اي حاجه. طب طمنا عليك، عامل ايه؟ انا تمام كويس الحمد لله. اخبارك ايه؟ رافع راسنا ولا مودينا في داهيه ولا؟ انا شخصيا عامل اداء باهر. ان انا شخصيا اتنين شخصيا. الله اكبر، انا كده اطمنت على صاحبي. امال فين العروسه؟ موجوده طنط بس بتغير. يا حبيبتي اشجان. ايوه يا نوني، ايوه جايه. مساء الخير، منورين. يا اهلا وسهلا. يا دي النور، اهلا وسهلا، منورين. ده نورك يا حبيبتي. ايه ده؟ انتوا تعرفوا بعض ولا ايه؟ لا انا يعني كنت بشبه بس. بس انا اعرفك كويس يا هاني بيه. جيت لك الاسم علشان اعمل محضر سرقه. بس انت هتفتكر ايه ولا ايه؟ الله يكون في العون، تلاقيك بتعمل الاف المحاضر كل يوم. افتكرتك انا. دي كان عندك شغاله سرقه منك خاتم وجاي تعملي محضر عندي، صح؟ صح. اعمل ايه؟ شغاله ما عندهاش ضمير، زي ناس كتير الزمان ده ما عندهمش ضمير. طردتها زي ما ناس كتير بتطرد اليومين دول. شفتوا بقى الدنيا صغيره ازاي؟ انا وهاني ده عشره عمر. انت ما تعرفيش من واحنا صغيرين كنا بنعمل ايه. بنعمل ايه؟ ناوي تقول ايه؟ انت مبوظها اكتر. احنا كنا بنعمل مع بعض كل حاجه، يعني مش كل حاجه قوي، حاجات وحاجات. مع بعض انتوا الاثنين؟ طول عمرك شقي. مامتك دي؟ تصدقي منوره يا روح. ده نورك يا حبيبتي. جرى ايه يا طنط؟ الناس هتفضل كده تقعد تشرب احمر واخضر واصفر، مفيش حته كيك، حته بقلاوه. بتحب البقلاوه يا باشا؟ ساكت ليه؟ ساكت ليه؟ عاوزاني اقول ايه؟ ما انت شفتيها زي زيك بالظبط يا ماما. قلت له؟ اقول له ايه بس؟ اقول له ايه؟ ما خلاص بقت مراته خلاص. وبعدين هو شكله مرتاح اساسا وشكله عارف ومش عايز يقول لي. لا لا لا، سعاد مش عارفه، لانها لو كانت عارفه كانت قالت لي. انا متاكده الست كانت قاعده مش طايقاها. الدنيا اتشقلبت قوي. العالي بقى واطي، الواطي بقى عالي. هي دي المهندسين اللي احنا متربيين فيها؟ هي دي الشوارع اللي انا كنت بمشي فيها انا وانت؟ مش خايفين من اي حاجه ولا بنفكر في اي حاجه؟ بص الناس، بص الناس بقت عامله ازاي. عمارتنا نفسها، مين ساكن هناك؟ شويه شقق رخيصه متاجره مفروش، شويه مكاتب. عندك حق، الدنيا انشقلب حالها. بقول لك ايه، ما تيجي نعزل المهندسين يا تغريد. انا مش حابب المهندسين خلاص. هروح فين بس؟ اي حته. تعالي نروح مدينه نصر، تعالي نروح المعادي، يا ستي المدن الجديده. اكتوبر حلو. افكر. بقول لك ايه، ما تدخليش حد خالص. تشوف انا مشغول قد ايه. عينيا يا فندم، بس لو واحده حلوه قوي تدخل ولا؟ السؤال البايخ ده، واحده حلوه تخش على طول؟ انت عارف ان انا بقدر كمان. تمام يا فندم، تمام يا فندم، تمام. اتفضلي يا فندم. ابو كوامل؟ مش ممكن. دعاء، خرب عقلك، ايه المفاجأة دي؟ اللي جابك هنا يا ابو كوام؟ جابني ايه؟ ده مكان. انا مكانك؟ ده انا اخر حاجه اتوقعها ان انا اشوفك في مكان زي ده. وانا اخر حاجه اتوقعها ان انا اشوفك بالجمال ده يا بنت اللذينة دوحة. كل مره اشوفك بشكل واحلى من المره اللي قبليها. ايه ده؟ تصدقي اهي دي بقى اللي بجد يتقال عليها مفاجاه الموز. الدنيا صغيره قوي يا ابو كوامل، اوضه وصاله زي ما بيقول. الدنيا صغيره بس حلوه. حلوه ما دام بنتقابل وماشيين تبقى الدنيا حلوه. لما انت ايه اللي جايبك هنا؟ انا بشتغل مع مدام ليلى في الجاليري، وهي بعتني ليك يعني اعمل معاك بيزنس.
انت اللي كلمتني عنك ليلى في التليفون. ايوه. انت ايه اللي قلتك عند ليلى؟ دي حكاية طويلة قوي. اتجوزت واتطلقت وفي الاخر رحت اشتغلت عندها في الجاليري بتاعها. ده مقامك، ده مقامك تشتغلي عند ليلى برضه. انت لازم لك شغل ليك لوحدك، شغل شغل على ميه بيضا. شغل ايه؟ سيبيلي نفسك زي ما انا زمان عملت توحة، سيبيني المرة دي بقى اعمل توتي. لا اوعى تفتكر انك هتشغلني الشغلة دي تاني، خلاص ده باب واتقفل. استغفر الله العظيم. وبالنسبة لي اتقفل اتقفل ايه؟ ده انا بنيت مكانه حيطة. عمال ايه؟ انا بكلمك في شغل تاني، شغل تقيل، شغل يجيب فلوس بجد، يغيرنا، يغير شكلنا ووضعنا قدام الناس، يعمل لنا مستقبل بجد. شغل بفلوس بجد ده بنت تروح. شغل ايه ده يا اخويا؟ ايدي على كتفك. سيبي نفسك ليا، ده هيبقى مكانك، هدربك وعلمك ازاي تدوريه، وسيبك تدوريه واهتم انا بقى بشغلي التاني اللي بره. قلت ايه؟ ادي على كتفك بس. انما اقول لي ايه الهلومه اللي انت فيها دي كلها؟ وايه الحلاوه اللي بقيت فيها دي؟ جبت منين الحلاوه والشياكه دي كلها؟ بلا قايل لك من زمان، قايل لك ان انا ربنا مديني ميزه امسك التراب يبقى دهب. صدقت. وبعدين حكايه الهلومه دي احكيها لك لما نخرج انا وانت كده، اعزمك في حته حلوه احكي لك كل حاجه وبالتفصيل. ماشي. يلا يلا يلا. عزمي يلا اتفضلي. حدش يخش المكتب يا عزمي. رقصتي فين قبل كده؟ انا كنت برقص في المحل. محل كله كده دوري مظاليم؟ مفيش كده حاجه في ال18، حاجه في المقص، اجوان كده، حاجه في الممتاز يعني؟ والنبي يا اخوانا بقولك انا كنت برقص، مش فاهمه حاجه، ايه اللي هيخليني اجيب اجوان؟ يعني نزلتي مصر اشتغلتي فيها رقاصه؟ لا مصر ايه، ما انا قلت لحضرتك يعني انا كنت برقص في المحل عشان انا جوزي من المحل، فانا كنت عايشه معاه الله يرحمه بقى، كان تعبان قوي، فكنت برقص علشان اقف جنبه وفي نفس الوقت لو تعب ولا حاجه اكون موجوده. الله يرحمه ويحسن اليه. اصيله، وانت متجوزه دلوقتي؟ لا بقول لك الله يرحم. احسن، الواحده لازم تبقى براحتها كده، انت عارفه شغلانه الرقاصه دي واحده لازم تبقى بطولها. ما تخافش يا اخويا انا بطولي. وانت تعرفي سرور منين؟ سرور بعدها فترة في كلوب. اصل الست السرور كانت معزومة في فرح عندنا في المحل، وبعدين جت في الفرح شافتني وانا برقص عجبتها قوي وقالت لي يا بنت لو عايز ترقصي في مصر ما قدامكيش غير مين؟ علي سكسوكة، اكبر متعهد حفلات في مصر، وادتني العنوان وجيت لك طوالي.